اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجدد التحية لكم اينما كنتم عبر قناة سبورت من تلفزيون دولة الكويت، ويسعدنا ان نلقاكم من جديد عبر برنامجكم اليومي عالم الصحافة لمناقشة العديد من القضايا المتنوعة الخاصة بالصحف الصادرة لهذا اليوم. طبعا يسرنا ان نستضيف مشاهدينا الكرام ضيفنا المميز والبشوش وصاحب الاخبار دائما المفاجئه السيد احمد الشمري والناقد الرياضي من صحيفه الغبس. ابو فهد مساك الله بالخير والساعه المباركه اللي شفناك فيها، من زمان ما شفناك ترى. الله يبارك في عمرك ابو حسن، ونمسي عليك وعلى اخواننا المشاهدين، وان شاء الله نعطيهم المعلومات الحصريه باذن الله. كفو. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل، بعد ذلك نتواصل والصحف المحلية. اهلا وسهلا بكم من جديد. الاطمئنان على سير عمل اللجنه المؤقته المعنيه بامور كره القدم في البلاد سيكون بشكل مباشر من قبل الوزير المسؤول عن الشان الرياضي، حيث من المنتظر ان تكون له زياره خاصه لمقر الاتحاد. وبالانتقال الى القلعه الخضراء، فان المدرب الوطني الذي اخذ مكان سلفه المستقيل فوز ابراهيم بشكل مؤقت يتطلع بان يقدم رفقة العناصر التي يشرف عليها المستوى المأمول. وفي آخر المستجدات لدى أحمر المنطقة العاشرة، فأن الإبقاء على رئيس الجهاز الفني للكرة سيكون هو القرار في الوقت الحالي على الرغم من سوء النتائج. يقوم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود بزيارة مقر اتحاد كرة القدم في الساعة 7 من مساء الغد. وتأتي زيارة الحمود من أجل الإطمئنان على سير العمل في الاتحاد. من ناحية ثانية، أعلنت لجنة المدربين عن فتح باب الترشيح لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة المقررة في 16 من نوفمبر المقبل في مركز عبدالله السالم لإعداد القادة في الخالدية، وذلك اعتبارا من أول من نوفمبر إلى 9 منه، وستتلقى اللجنة طلبات الترشيح في مقر الاتحاد خلال تلك الفترة. عبر مدرب فريق الكرة بالنادي العربي أحمد عسكر عن اعتزازه بثقة مجلس الإدارة فيه، وقال: هذه الثقة تحملني الكثير، وهي مسؤولية كبيرة على عاتقي، فالنادي العربي نادي كبير ويمتلك شعبية جماهيرية واسعة تتطلب منا كجهاز فني وإداري أن نكون عند حسن ظنهم، وعن التغييرات التي من الممكن أن يجريها على صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة. أوضح عسكر أنه منذ مباراة اليرموك السابقة أعطى الشباب فرصة كبيرة للمشاركة مع الفريق، في إشارة إلى الاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة. أكد نجم العنزي مدير الفريق الأول لكرة القدم في الفحيحيل أن خسارة الفريق أمام كاظمة ضمن الجولة الخامسة لدوري فيفا ليست نهاية المطاف، معتبرا أن الهزائم التي مني بها الفحيحيل لا تعني أن الفريق بطريقه للهبوط، مشددا على أن مشوار الدوري لا زال طويلا، وأن الفحيحيل قادر على العودة لتحقيق الانتصارات للابتعاد عن دائرة الهبوط. وبين أن إدارة الكرة متمسكة بالجهاز الفني الذي يقوده التونسي حاتم المؤدب في ظل ما يقدمه من جهود كبيرة للارتقاء بمستوى الفريق، مستطردا أن هناك عدة عوامل أثرت على مستوى أداء الفحيحيل.
مشاهدي الكرام، طبعا نذكر بأن ضيفنا العزيز اليوم هو السيد أحمد الشمري، الناقد الرياضي في صحيفة القبس. أبو فهد نرحب فيك مجددا. طبعا بداية، ما هي دواعي زيارة معالي الوزير الشيخ سلمان الحمود لاتحاد كرة القدم، وهل ترى أن هذه الزيارات يعني ستتكرر بالنسبة للاتحادات الأخرى؟ أبو حسن، لابد من زيارة وزير الإعلام والرياضة للاطمئنان على السير وأمور الاتحاد، كونه اتحاد داخل جديد على الشارع الرياضي. نعم. في قوانين كثيرة تغيرت لدى مصلحة الكرة الكويتية، فلابد أن يكون دائما المسؤول هو اللي عينه على الشغل، ولا يكسر إن شاء الله في الأعضاء الباقين. يعني اكيد يعني يعني هل ترى ان هي جزء، طبعا اكيد جزء دعم قوي لهم. نعم، معنويا من المسؤوليه ايضا. نعم، معنويا مسؤوليه معالي الوزير. معالي الوزير. نعم، معنويا الى اخواننا في الاتحاد القدم. نعم. لابد ان كل شخص وده انه يكون دائما مسؤولة وهو متواجد لسير العمل، ويشوفون احتمال انه يكون في نقص عندهم. نعم نعم، احتمال محتاجين يعني شيء يعني او كذا. لابد ان الاطمئنان على ان الامور ماشيه، على امور وسير العمل الاتحاد. وتشوف ان هذه الزيارات راح تتكرر مو بس حق اتحاد غدا، في اتحادات اخرى بعد. ما اعتقد انه راح يتوقف يعني الشيخ سلمان الحمود على الاتحاد الغدم. لا، انا اتوقع انه سيكون بين فتره الاتحادات الاخرى ان شاء الله. حلو. ني حق النادي العربي والقلعه الخضراء، وما ادراك ما النادي العربي، يعني الله يكون بعون النادي العربي وجمهوره. يعني الكابتن أحمد عسكر تم منحه الثقة من قيادة العربي بشكل مؤقت، إلى متى ستستمر من وجهة نظرك؟ أولا أنا بقول النادي العربي بسميه النادي المزعج. النادي المزعج. نعم. زين. أكثر الأندية أو هو الوحيد المزعج إزعاج كلي. أوه. للشارع الرياضي. حلو. في تخبطات الكثير من القرارات في مجلس الإدارة. يعني انتوا كنقاد رياضيين صحفيين قاعد ترون هذا الشيء. نعم، انه في بصراحه انه تلاحظ ان النادي العربي صار له سنوات يعاني، خاصه بعد ما كان غريب جدا في احراز الدوري. زين، قام يعني لو تلاحظ الموسم الماضي نسخه من الموسم الحالي كبدايته. يعني تخبط، قصد تخبط على سبيل ما في استراتيجيه، ارتجال، انت اليوم ردات فعل، انت قررت انك توقع مع الكابتن فوزي ابراهيم، فمن المفترض انك تصر ودراسه كامله على الموضوع. هل انه راح يطور او انه راح ينفع الجماهير العرباويه؟ ترى قبل كل شيء، ها، يعني قبل حتى اللاعبين. صحيح. ان الجماهير النادي الوحيد اللي قاعد تاثر فيه جمهوره هو نادي العربي. اكيد. انا ارى ان اختيارهم للكابتن احمد عسكر هو القرار السليم. ما في وقت طبعا لجلب مدرب خارجي. بس انت يعني ما يخالف لما تقول هم وقعوا مع كابتن فوزي، هل انت كنت قصدك انه كان المفروض يشتمروا مع فوزي ولا لا؟ انا لشوف، او قصدك انه لا، كان المفروض يدرس هذا القرار بتأنية. يدرس القرار، وبنفس الوقت يعني انت وقعت معاه، تحمل يا اخي. اي بس خسائر راح تصير. خسائر. انت اليوم الطاقم الفني، خاصه الطاقم الفني، إيه؟ منو اختاره وهو يتحمله؟ اوكي. احنا اليوم يعني يتحمل مسؤوليه من المسؤوليه ومن جاب هذا. نعم، الطاقم الفني. حلو. والكابتن احمد عسكر ترى مو غريب عن اللاعبين العربي، كان يدرب الكابتن، ولحد الان هو مدرب يعني دائما، مراحل سنيه ودائما مستمر بصراحه، ولا يخرج عن النادي العربي. ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. وللعلم ترى الدوري لحد الان ريض يعني ما فقدوه، يعني تقول فقدوا الصداره او المنافسه. ما عندك معلومات اذا في راح يكون في مدرب؟ لا، في معلومه احتمال كبير انه، ولكن اسمه لا يذكر يعني يذكرني حاليا، وهو احتمال كبير انه راح يكون برتغالي الجنسيه. بعد برتغالي. اخاف مورينيو. ما ادري، الله اعلم. ودك والله مو ماشي هناك ترى. هو مو ماشي، هو مقبس، هو بالدوري الانجليزي مقبس بصراحه. بس عاد اليوم العربي صدق لو يتحدون يروحون. لا. هذا الجمهور العرباوي. يقول يعني مشاهدي الكرام، اتوقع تخيلوا يعني نشوف جوزيه مورينيو في الدوري الكويتي. لا طبعا، اكيد لا، هو يبقى مدرب عالي وهذا، لكن المدرسه البرتغاليه مطلوبه. صحيح.
المدرسة البرتغالية مطلوبة، ولكن اليوم أنت لا تنظر إلى المدرسة البرتغالية، انظر إلى الفريق. حلو. انظر إلى لاعبينك. حتى لاعبينك حاليا لو تلاحظ أن في بعض اللاعبين، نعم، أن فيهم يعني وين الكابتن محمد إشراق؟ حتى لو كان ما يلعب. طيب. محمد تعودنا أن يكون بين الفريق. هذا يجرنا إلى السؤال، نعم، وأبي أربطه مع هل معناته التشريح للمحترفين قادم؟ هذا قرار التشريح مدام الجهاز الفني راح، أصبح هذا المحترفين في مهام بالريح يعني. حسب المعلومات اللي وصلتني أنه راح يبقى أحمد الصالح فقط. أحمد الصالح. نعم. نعم حسب، وهذا للعلم يعني تو واصل أن أحمد الصالح هو اللي والتصويت النسبة الكبيرة للمحترفين. كل واحد مثل ما يقولون. كل واحد. شلوح ملوح اللي دل بيته يروح. يروح. توكل على الله. أعطى مستحقاته فما. لأن أنت اليوم العربي لو تلاحظ يا أخي والله عدد كبير من المبالغ، شو المستحقات راح تعطي منهم؟ المحترفين الحاليين أم المحترفين السابقين اللي قاعد يطلبون كوب؟ وهذه مشكلة صدق. صحيح ولا لا؟ إيه صحيح. أنت اليوم طالع إنه هذا عقد بينك وبينه. عقد يعني إيه؟ في محترفين يعني أنت وبعدين هم مو اللي قال أنا ما بيطلع، أنت اللي قلت ما بيك. أنت اخترته يعني راح تدفع له. أنت اخترته وأنت نهيته. إيه صح. فتحمل. لكن انظر اليوم انت الموسم الماضي قلت لك مشابه بالضبط للموسم الحالي من المحترفين من المدرب، يعني معناته هذه يعني لا يزالون علينا الاخوان في تخبطات اداريه بحته. ما هو رايكم في يعني قرار فحيح الابقاء على المدرب التونسي حاتم المؤدب وعدم اقالته خاصه بعد خساره الفريق الكبيره من كارمان؟ مو شرط ابو حسن، مو شرط الخساره الكبيره، أن اليوم أنت خسارة كبيرة ونتيجة تقول أي طلع الحرة في المدرب، زين أحط الحرة في المدرب أو كذا، مو يومه هذا واحد. ثانيا لا ننسى أن الكابتن 30 يعني الكابتن حاتم ترى طور من الفحيل وبعدين الدراسة كاملة. هل هو كان موسم معاهم أو موسمين؟ كابتن حاتم بالعكس أنا أيد القرار أبغاه في الفريق وأنه يكون هو اللي يقودهم الموسم الحالي، ونادي الفحيل أو فريق الفحيل بالأصح ترى فريق شاب اكيد لا شيء تلاحظ ناشئ. نعم نعم يعني كل يعطيك 10 سنين قدام. نعم نعم انتم اللي خلوه على المدرب حاليا وكملوا معه. يعني انا يعني بصراحه لما اشوف المدرب ياتي باستراتيجيه جديده وهذا شيء جميل، لان دائما الاستراتيجيه الافضل. وبعدين مثل ما تفضل يا جماعه المدرب 30% 70% اللاعبين في الملعب. اللاعبين وانت اليوم لا تنسى بعد الجهاز الاداري يلعب دور ترى كبير دور يعني في تجانس اللاعبين، تجانس اللاعبين مع تجانس المدرب تركيزهم. نعم انه نعم. يكون هم حلقه الوصل بينهم. نعم نذهب الى عشاق كره اليد. عشاق كره اليد على موعد اليوم مع مجموعه مميزه من المباريات التي ستحتضنها صاله الشهيد فهد الاحمد بالدعيه، غير ان الابرز منها يبقى ذلك اللقاء الذي سيجمع الاخضر مع ابناء مدينه الاحمدي. وبالذهاب إلى كرة السلة فإن الوضع الذي يعيشه فريق النادي الملكي غير سار بالمرة بالنسبة لمتابعي الفريق، والأسباب التي أدت إلى ابتعاد بعض العناصر تعددت واختلفت، غير أنها بكل تأكيد لا تصب في مصلحة أصفر السلة على الإطلاق. سيكون الفريق العربي لكرة اليد مطالبا باستعادة توازنه عندما يواجه نظيره الشباب مساء اليوم على صالة مركز الشهيد فهد الأحمد بالدعية في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري العام لكرة اليد. ويسبق هذا اللقاء مباراتان، حيث يلتقي كاظمة ببرغان ويواجه خيطان النصر. في المباراة الأولى يدخل العربي اللقاء وفي جعبته 5 نقاط في المركز الخامس وقادما من تعادل أمام الإصليبخات، ويسعى بكل السبل لتعويضه والعودة مجددا لسكة الانتصارات على حساب الشباب الثامن ب4 نقاط، الطامع كذلك في تصحيح مساره بعد سقوطه الأول في المسابقة على يد برغان. علمت الرأي أن إضراب لاعبي الفريق الأول لكرة السلة في نادي القادسية عن التدريب ليس بسبب عدم صرف المكافآت المالية، بل كان اعتراضا على قرار مجلس الإدارة السماح للاعب أحمد سعود بالمشاركة في التمرين نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار حفيظة اللاعبين الذين اعتبروا عودته استفزازا لهم. وأبدى اللاعبون عتبهم على قرار الإدارة متناسية ما بدر من سعود خلال الموسم الماضي عندما كان معارا إلى نادي الكويت والأحداث
الأحداث التي رافقت المباراة مع القادسية والقضايا التي رفعها على بعض زملائه في الفريق. طبعا نرجع لضيفنا مشاهدينا الكرام السيد احمد شمري. ابو فهد، ما هي توقعاتك للمباراه التي ستجمع العربي بالشباب اليوم ضمن دوري الدمج كره اليد؟ والله دوري الدمج كره اليد معروف انه فيه بصراحه منافسه قويه دائما بين الفرق الكره اليد، ولكن انا اللي اشوف الاغرب بصراحه انه يكون النادي العربي رشح. خلال المشهد العام للدوري دوري اليد تشوف نادي الكويت هو لا نادي الكويت بسم الله عليه لا اي اذكر الله عليه بعد يعني ما في روح تعال لا ايش دعوه القرين بريان ما في الكويت ما في الوحيد نادي الكويت اللي قاعد يمشي يمكن تقول القرين منافس حاليا هو اللي السالمية لا السالمية كان هو نقدر نقول نفس مستوى او نفس نادي الكويت حاليا السالمية لكن مع الاسف طبعا القادسية ماكو لا القادسية راح سلم عليه سلم عليه راحت عليه راح الفريق عموما ونادي الكويت احتمال كبير او القرين نية حق فريق السلة شنو صاير شو السالفة هل هناك سبب واضح لانقطاع اللاعبين في القادسية عن تدريبات فريق السلة ناس تقول بصراحة ناس تقول مكافآت ناس تقول لا في سبب ثاني ما ادري هوشة شيء هو شوف حصل مع احد اللاعبين في الموسم الماضي انه كان في عاره هو لاعب نادي القادسيه اساسا كان في عاره لنادي الكويت زين فجمعت المباراه ديربي صح بين الكويت والقادسيه الخليجي للسله اللي هو بين الكويت والقادسيه فحصل احتكاك اوف هذه قويه شلون لاعب من القادسيه يروح الكويت ترى نعم. هذه بروحها نعم هذه ضربه يعني ضربه وانت تدري ان اليوم ان دائما الفريقين المنافسين لاعبينهم شد اعصاب لو اخوان طبعا مرات نشوف احنا بنضرب امثله كثيره ان اخوان ام اخوان صح يتناجرون يا بعض يتناجرون طبيعي نعم. فاللي حصل انه حصلت مشاجره بينهم في الملعب والحمد لله ان ما كبرت يعني اكبر من اللازم ولكن صار فيها مد يد والضرب وكذا الامور هذه اي نعم صار تشابك بالايدي تشابك بالايدي فك الريال عن الريال فك مثل ما يقولون شيل عمك حط خالك فاللي حاصل انه لاعب رفع قضيه على اخوانه اللاعب المعاق نعم طلب حقه بصراحه ولكن انا اليوم ما الومه ولا الوم اللاعبين الثانيين نتكلم عقلانيه الرياضه دائما فيها الامور هذه نعم ان كان سله قدم طائره صح لا طبيعي اي لعبه جماعيه يا ما اقول يا ما انطقينا وطقينا يا الله يرحم والديك ابو حسن هذا جزء من هذا اللي حاصل من الحياه ولكن اليوم احنا متى اللي يشفي غليلك صحيح تدري شنو اللي هو القرار القانون اللجنة القانون نعم لجنة المسابقات نعم بالاتحاد اللجنة كانت بصراحة لجنة خاطئة بحق اللاعبين أجمعين إن كان خاصة اللاعب زميله حضر عفوا بكل اختصار للمشاهدين دخل رجع إلى نادي القادسية عودته إلى نادي القادسية اللاعب هذا زين احتجوا عليه اللاعبين احتجوا عليه اللاعبين نعم اطلبوا لا اطلبوا أن شغلة واحدة أن يا يتنازل عن القضية إيه صحيح او انه ما يتبرنون وهم طبعا شالوا على الاداره الشغله هذه شلون يوافقون ولا يوقفون وياهم واخر ما نقول ان نادي القادسيه ولاعبينه تحدث عنهم انهم ابطال الدوري والثاني الكاس صح ولحد الان ما استلموا دينار واحد نعم مكافاه وهذا يعني هذا اجحاف مشاهدينا الكرام واضح ان نعمل من نادي القادسيه انه يعطي لاعبينه وينصفهم السيد احمد شمري ناقد رياضي والصحفي الرياضي في جريدة القبس أبو فهد كل الشكر لك وأثريتنا بطلتك هذه حبيبي أبو حسن وأنا لي الشرف بصراحة وبإذن الله أن أخواننا المشاهدين ما كنا ثقلين عليهم إن شاء الله شكرا مشاهدينا الكرام فاصل بعد ذلك الصحافة العربية
أهلا وسهلا بكم من جديد مع الصحافة العربية. حقق الفرسان الحمر لقب دوري أبطال القارة السمراء لكرة اليد، وذلك بعد أن نجحوا في إقصاء منافسهم التونسي في الدور الحاسم، ليبقى بذلك الفائز البطل الجديد للنسخة المنتهية من البطولة القارية. وإلى الدور اللبناني، نجح فريق الصفاء في مواصلة السير على طريق الحفاظ على لقب الدوري، وذلك بعد أن حقق الفوز بعدد كبير من الأهداف على منافسه يوم أمس. توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمس بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في بوركينا فاسو على حساب منافسه وشقيقه الترجي التونسي بالفوز عليه ب 26 هدفا مقابل 23، وسادت حالة من السعادة الشديدة أوساط البعثة بعد تحقيق اللقب الإفريقي. وأبدى عاصم حماد المدير الفني للفريق سعادته بتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير الحمراء التي كان لها دور فعال لدعمها للاعبين قبل السفر، وقال أن لاعبيه قدموا أداء بطوليا طوال المباريات حتى ظفرنا باللقب الغالي. فرض الصفاء هيبته كحامل اللقب ودك شباك ضيفه السلام زغرته بستة أهداف مقابل لا شيء على ملعب صيد البلدي في ختام المرحلة السادسة من الدوري اللبناني لكرة القدم، ووجه الفائز رسالة قوية للمنافسين بعد حسم القمة مع الفريق الزغرتاوي والذي بدا شبحا للفريق الذي خطف الأنظار في المراحل الأربعة الأولى قبل أن يتكبد خسارتين ثقيلتين. وقدم الصفاء مباراة قوية على الرغم من ظروف اللقاء التي ظلمت الفريق الشمالي كثيرا وأفادت حامل لقب البطولة. طبعا مشاهدينا الكرام، بهذا الشأن نأخذ اتصال خارجي مع رئيس القسم الرياضي في جريدة النهار اللبنانية سيد ناجي شربل. أولا مسيو ناجي، كيفك؟ ويعطيكم العافية، اشتقنا للديرة كلها سوا، وإن شاء الله نشوفكم قريبا مثل ما بيقولوا. الله يخليك، الله يخليك مسيو ناجي. عموما مسيو ناجي، يعني تعليقكم على مستوى الدوري اللبناني خلال الفترة الحالية، يعني لا سيما أن جيل موسى حجيج وجيل نادي النجمة ونادي الأنصار يعني كان في الماضي، ماذا عن هذا الوقت وهذا الجيل؟ شوف، مستوى الدوري اللبناني أصاب تحسن كتير كبير، قطع 200%، ولكن إذا بدنا نقارن بمستوى العام المطلوب بعده بعيد. المهم إنه في تحسن، ولو هالتحسن كان مؤشراته بطيئة على صعيد المستوى الخارجي، نعم، يعني تحديدا بالدوري الكويتي، ولكن في تحسن من ناحية مش كتير الأداء الملعب، الأداء ما عمل كتير فرق، ولكن فرق جددت حالها وصار في حضور جماهيري بأكثر من منطقة لبنانية، يعني بكل المناطق صار الجمهور سمح له يرجع على الملعب وفي حماسة. جميل، تحسن دوري وجوب منافسة. هل 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 ينجح الصفاء في الاحتفاظ باللقب في الموسم الجاري؟ لا، لسبب بسيط، لأنه شوي فريق قلع مأخر، يعني الصفاء تخلى عن لاعبين مفاتيح، لاعبين أساسيين عنده بشكل أساسي استفاد منه العهد وعدد من بقية الفرق اللبنانية كمان النجمة، عمل توليفة جديدة، أخذ يعني أخذت شوية وقت تعلعت. أول تقليعة فعلية كانت مبارح بالنتيجة القاسية على السلام زغرتها 6-0، لأنه الصفاء هيدا وجه الصفاء الحقيقي، نعم، يلي قلع مضبوط بخلطة لاعبين أجانب مهمين، نعم، مرتبين معاهم مدير الفني الكابتن إيميل رستم. فينا نقول الصفاء قلع، ولكن مسيو ناجي يعني أدركنا الوقت. نشكرك شكرا جزيلا رئيس القسم الرياضي في جريدة النهار اللبنانية. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل وبعد ذلك نستقبل معكم الصحف العالمية. أهلا وسهلا بكم من جديد في الصحف العالمية.
بات النجم الأرجنتيني الملقب بالكون قريبا الظفر بلقب الهدف التاريخي للسيتيزنز لكونه لا يتوانى عن تمزيق شباك خصومه في كل موسم، فيما خصصت الصحف البريطانية مساحة للثناء على الدولي البرازيلي المحترف بصفوف الريدز بعدما سحب البساط من مواطنيه الذين يلعبون بالقارة العجوز بفضل صناعته للأهداف وتسجيلها. ذكرت الصحيفة البريطانية أن الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي دخل التاريخ بعد تسجيله هدفين في مباراة فريقه أمام ويست بروميتش ألبيون برباعية نظيفة ضمن الدوري الإنجليزي. وأكدت صحيفة تيليغراف أن الكون أصبح سادس هدف مان سيتي عبر التاريخ، حيث وصل لهدفه رقم 149 متجاوزا فرانسيس لي الذي أحرز 148 مع الفريق في الفترة ما بين 1967 و1974. بينما يعتبر بروك هو الهداف التاريخي الأول للسيتي برصيد 177 هدفا. تفوق فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول على مواطنه نيمار مهاجم برشلونة كأكثر برازيليين مساهمة في الأهداف بقارة أوروبا لهذا الموسم حتى الآن، ويقدم كوتينيو موسما مميزا مع الريدز الذي ينافس للفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث يتصدر جدول الترتيب رفقة مانشستر سيتي وأرسنال برصيد 23 نقطة. ووفقا لصحيفة سان فإن كوتينيو ساهم في تسجيل 8 أهداف مع فريقه هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه، فيما تمكن نيمار من إحراز 4 أهداف وصنع 2 فقط. مدرب بدأ يحفر اسمه بين عمالقة المدربين الذين تناوبوا على تولي الجهاز الفني للتوفيز، فهو نجح في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بالمباريات التي خاضها بغوتسن بارك، وبالانتقال إلى كامب نو فان البرغوث حصد رقما جديدا مثيرا نسوة بباقي إنجازاته الفردية والجماعية مع البلوغرانا، خاصة وأنه أصبح أكثر لاعب أجنبي يدافع عن ألوان الكتلان. وصل فريق إيفرتون حفاظه على سجله خال من الهزائم في المباريات التي يلعبها بالبريمير ليج هذا الموسم بواقع 5 لقاءات لم يذق فيها طعم الهزيمة، وهي أول 5 مباريات له في البطولة على ملعبه، وبذلك يكون رونالد كومان هو المدرب الثالث لإيفرتون الذي يتمكن من الحفاظ على سجل الفريق بدون هزيمة في أول 5 مباريات على أرضه في الدوري بعد مايك ووكر وروبرتو مارتينيز. يعد النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأجنبي الأكثر مشاركة مع فريق برشلونة الإسباني في تاريخ النادي الكتالوني بمختلف البطولات، حيث لعب ميسي بقميص البلوغرانا في 543 لقاء، يليه البرازيلي داني ألفيس ب 391، ثم الأرجنتيني ماسكيرانو ب 293. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل شيء، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء. We'll be right back.